معانا سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح بن أحمد الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان بحكومة الشارقة، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. دكتور خليفة، السلام عليكم، مساك الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا خلدك الكريم أبو راشد، حيا الله. مرحبا يا أبو سلطان، كيف حالك؟ الله يسلمك وبارك فيك. الله يبارك فيك. أخي الفاضل، اتصل بنا الأخ سالم البحري وهو من أهالي دبا الحصن. في البداية حصل على منحة سكنية في الشقق اللي تقومون بها في دبا، ولكن قال أنا ما ارتحت أني أنا أسكن في شقة، حتى لو كانت هاي الشقة وسيعة وفيها 4 غرف وفيها، لكن حبيت أن يكون عندي بيت بروحي، وأنا عندي أرض، الحكومة أعطتني أرض في منطقة الخروص، ويقول بغيت أبني الأرض وما بغيت أخذ من مساهمة أو من مبادرة إسناد، وإنما يبتلي بروحي مقاول واستشاري. التكلفة طلعت علي 820,000، دفعت التكلفة الإضافية، والآن يقولوا لي والله تم رفض الطلب. فيقول ليش تم رفض الطلب؟ هل إسناد إجبارية، لازم اللي يحصل على أرض لازم يأخذ مبادرة إسناد، ولا اللي بإمكانه أنه يعني يبني، ممكن أنه يبني بروحه؟ تفضل سعادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، بالنسبة للمنح السكنية فهي موجهة لمبادرة إسناد. لماذا مبادرة إسناد؟ لأنها قيمتها 800,000 درهم، تأتي تقريبا ضمن 30 إلى 40 تصميم، معروفة يعني المدة الزمنية للتنفيذ، معروفة القيمة، موفرة للوقت والجهد المال. اللي كانت هذه أغلب الشكاوى اللي كانت تأتينا من جمهور المستفيدين وتعثرهم مع المقاولين. الآن إذا كان هو التصميم اللي عنده، إحنا بس مشكلتنا الوحيدة نخاف من مسألة يعني لما يأتي تصميم مخالف مثلا، ويكون هناك مثلا فرق أكبر في موضوع تكلفة المسكن، هنا إحنا ما نتدخل في موضوع التصميم ومسألة العقود المقاولة، يكون فقط دورنا يقتصر على اللي هو اعتماد دفعات المسكن. لكن مسألة التصميم هنا يتحمله المستفيد والاستشاري والبلدية المعنية. صحيح. ويستطيع المضي قدوا ما دام في ضوء تكلفة الوحدة السكنية أو تكلفة المساعدة. 28,000 يعتبر قريب من تكلفة المساعدة. صحيح. السكنية، وبالتالي ما عنده مشكلة يباشر فيه. فبالتالي بتواصلون معاه، بتعرفون وين الإشكالية، لماذا تم يعني رفض طلبه، وعلى أساس إذا ما كان في أي إشكالية بيتم تمرير الطلب. نعم، نحن بنشوف النقطة اللي قد رفض، يعني ما يكون يمكن هذا السبب في رفض الطلب أو التصميم، قد تكون ملاحظات تصميمية أو ملاحظات تعاقدية. فسنبدأ، لكن إذا كان التصميم وفي ضوء قيمة المساعدة السكنية، بحيث أنه ما يتكلف أكثر في فوق المنحة يعني، فما أعتقد فيها مشكلة إن شاء الله. بس بنتواصل معه اليوم إن شاء الله ونشوف شو السبب. ممتاز. يعني شو السبب بالضبط في يعني عدم الموافقة على التصميم يعني. وبتتواصلون معه وبتخبرون إن شاء الله، وإذا كان ما في إشكالية بيعتمد الطلب. لكن أنا إذا سمحت لي عندي سؤال دكتور خليفة، وهذا السؤال خارج عن موضوع الأخ سالم، يعني بشكل عام حتى أستفيد ويستفيد الأخوة المشاهدون. الآن أنا إذا تكلفة المساعدة السكنية اللي تعطيني إياها حكومة الشارقة 800,000، وأنا جبت مقاول واستشاري ب 800 أو 850، خلنا نقول مثلا، أو أكثر أو أقل، لكن أنا غيرت في تصميم البيت وقللت شوية من المواصفات، هل هناك مستوى معين من المواصفات ما تنزلون عنه، ما تعطون اعتماد؟ يعني قللت عدد الغرف مثلا، قللت مثلا في بعض المواصفات، في الجدار، في السقف، في غيره، هل هذا يعني يساهم في رفض الطلب؟ طبعا هو المواصفات الرئيسية هي المواصفات المعتمدة من البلديات، يعني سواء هاي الفنية. نعم، المواصفات الفنية، سواء كانت مواصفات الكهرباء أو مواصفات المتطلبات الصحية أو حتى مواصفات الإنشائية. احنا يأتي دورنا هنا في التركيز على عناصر مهمة. أول شيء تواجد جميع مكونات المسكن. يعني يأتي شخص مثلا ويقول أنا ما بنفذ مطبخ، يقول ما تقدر، لازم تحط المطبخ، يقول أنا سأنفذه لاحقا، فنرفض هذا الشيء، نقول يجب أن نستلم مسكن متكامل.
يعني مسكن به مكونات المكون المطبخ هذا متواجد، غرفة الخادمة. نعطيه احنا كذلك مقترحات تصميمية لتسهيل، يعني من واقع خبرة ومعايشة مثلا نعطيه مقترحات تصميمية. مرات تكون حتى مساحات الغرف، مرات يكون عنده هدر في التصميم في المساحات، يعني نقول مثلا هذه المساحات اللي صمم لك اياها الاستشاري فيها هدر في المساحات وعدم الاستغلال الامثل للمساحه السكنيه. نقول له لا تنسى ان المساحه الاضافيه عباره عن عبء لاحقا في التكييف وكذلك في التنظيف وكذلك في القيمه. صحيح. يعني هي استشارات ونصائح أغلبها. نعم، نعطيه نصائح في التصميم بحيث أنه يقدر يتلافها. تصاميمنا اللي إحنا منفذينها مدروسة وعليها إقبال كبير جدا، وفي نفس الوقت عليها إقبال حتى من الاستشاريين. لكن ليست إلزامية. هي ليست إلزامية، لكن في حال الشخص يريد تصميم عنده فعليه أنه لا يأتي بتصميم أكبر من قدراته المالية، لأن من واقع الخبرة والممارسة أكثر المشاريع اللي كانت تتأثر سابقا ما تكون القدرات المالية للشخص يعني ملائمة أو متوائمة مع قيمة المسكن. واضح جدا، واضح. طيب بالنسبة للأخ سالم إن شاء الله بتتواصلون معه وبتشوفون الموضوع، وإذا في مجال كذلك وصلتوا إلى نتيجة خبرونا جزاكم الله خير حتى نحن نخبر الأخوة المشاهدين شو صار في موضوع الأخ سالم البحري إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. مشكور دكتور، جزاك الله خير، بارك الله فيك. حياكم الله. جزيل الشكر لسعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بحكومة الشارقة.